فاحكي لنا انت شفت ايه في بعد الاصابه؟ انا كنت مصاب، رايت جنه في البدايه، رايت جنه ربيت كبير في اخوان الحيين معايا وهون في الشام، وشفتهم في جنه يضحكوا يلعبوا ما شاء الله. البيت كبيره كبيره جيد، وفي ماي تحت الارض واخوان كثير سبحان الله. الله اكبر. بعد رايت حور عين جميله يا اخوان، والله والله جميله. الله كان عندها العين كبار وكحل، ما شفت صدرها بالزول كبير كبير جدا ما شاء الله. كبير كبير اصحابي، جميله والله اخوان جميله. ونشوف كل شيء، هي في حجاب زرق، حجاب ازرق على الشعر. نعم زرق. جميله اصاحبي، جميله كثير. ما حاشكم شفت مسستها، جميل كل شيء جميل والله. انا كنت باغي امسكها، انا تحت 5 مرات بالجنابه. الله اكبر. انا قمت من العمليه، شوف الجنابه في السروال. والله يخوان، في يخوان شاهدين، انا ميت نتكلم انا في الغيب. بعد رايت الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقول لي انت مع دوله؟ نقول له نعم. يقول لي دوله الاسلام الحق، ما تخلي دولة الإسلام. الله قل لي من بعد ما شفت الحور العين إحساسك إيه يا أبو ياسين؟ نعم فرحان كثير، فرحان جميلة والله والله جميلة، ما في نسوان ما في مثله طلعوا عليهم جميلة كثير والله يقول والله.